وفي ذات السياق قالت بعثة المراقبة التابعة للأمم أو لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن أحد طائراتها المسيرة كشفت عن وجود 3 خنادق لتشكيلات عسكرية تابعة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي في محيط بلدة ميخايلوفكا المحتلة. كما رصدت الطائرة بدون طيار 6 مواقع جديدة للمسلحين وخندقا بطول 30 مترا، وذلك على بعد 300 متر جنوب مدينة أو بلدة ميخايلوفكا.